هاي كي جي 2، معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. ان شاء الله النهارده يا جريد يا كي جي 2 هبدا معاكم شابتر 2 في كتاب الديسكفر. احنا لاست خلصنا، لاست فيديو خلصنا شابتر 1. today we will start chapter 2. But before I will start our chapter today, I would like to say don't forget to make share, like, subscribe to my channel to send you new videos. احب بس اقول لكم يا كي جي 2 ما تنسونيش بس تشير واللايك وسبسكرايب للقناه عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده. تعالوا بقى معايا النهارده يا كي جي 2 نشوف النهارده معانا الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه. النهارده هنتكلم مع بعض عن شابتر 2 اهو قدامنا، فاست بورتري اللي هي ايه صوره ايه الفصل بتاع فاست بورتري. تعالوا نشوف بقى هنا بيقول لك سام اند ديفرنت. طبعا احنا في اول شابتر اتكلمنا عن سام ديفرنت. سام ديفرنت يعني ايه يا جريد يا كي جي 2؟ اللي هي الاختلاف والحاجات اللي بتشابه والحاجات اللي بتختلف. هنا بيقول لي بقى شوفوا في الاكتيفيتي ده كده، لوك ات ذا فولوينج بيكتشرز، انظر لهذه الصور then answer the questions، وبعد كده جاوب على الكوتشنز اللي تحت. فين هنا عندنا دي ايه؟ كريمز فاميلي اللي هي اسره كريم، ادمز فاميلي اسره عادل، ساره فاميلي اسره ساره، تامرز فاميلي اسره تامر. هنا بيقول ايه؟ سيركل ان ذا ذا فاميلي ذات هاز تو سيسترز، الفاميلي اللي فيها تو سيسترز، which one؟ هنلونها بالريد، which one؟ this one. So I will color this this picture with red. Red يعني ايه؟ احمر. طيب. Circle in blue. The family is two brothers. Where is the family of two brothers? This family is two brothers. So I will color with blue color. Circle in green. The family that has one brother and one sister. Which one has one brother and one sister? This one. So two brothers, yes. في هنا دي عندها two brothers here and two brothers here اللي هم two pictures. على فكره دي اللي فيها two brothers دي two brothers الاثنين زي بعض. اللي هي بقى فيها ايه؟ one brother and one sister. Which one? This one. طب دي هلونها which color that I color؟ I color it with a green color. هنا بيقول ايه؟ family members اللي هم اعضاء الاسره. Color the following picture then answer the questions. طبعا قدامي بيكتشر اهي فيها فاميلي ممبرز اوف فاميلي. طبعا هنعمل لها كالرنج. عندنا هنا عندنا هنا ايه؟ تامر، عندنا هنا تامر، عندنا هنا نهى، سماح، عادل، ليلى. طبعا هنا ايه؟ ودول طبعا ايه؟ فاذر اند ايه؟ ماذر. هنا هنقول هاو ميني براذرز، هاو ميني براذرز، هاو ميني سيستر. طبعا هنعرف العدد وين ونكون. طبعا هنقول براذرز، هنعد كده البراذرز كام؟ 1 2 3. So we have how many brothers? We have three brothers. You write three brothers here. But sisters, how many sisters? Only one. Oh, sorry, I think this is a sister or no? Ten. Brothers, one, two, Delilah, the sisters, no, sister, one, two, same, the same, not same. Noha and Laila. This is two sisters. I will write to here. Brothers. And have the brothers. One, two, three. We have three brothers. The oldest brother is Akbar Walad. Mean the Akbar Walad mean Aydin. The youngest one mean Tamer. Okay? Then about the extended family tree, Leia Usra Muntaka. Leia grand A parents. Draw and stick photos of extended family. طبعا انتوا هنا عندكم البيرنتس اللي هي الانت انكل ماي سيستر ماي براذر. طبعا هنجيب بيكتشرز ونبدا الايه الصور دي هنا. طبعا ده اكتيفيتي انتوا المفروض انتوا تحاولوا ايه تعملوه. يقول هنا ايه؟ observe the following pictures then answer the questions and complete the sentence below. هنا عندنا مامي اللي هي الام، ام مامتي، دادي بابايا، مامي's sisters and brother اخوات يعني اخوات اخوات اللي هم البنات والاخوه واخوات الايه الام، داد السيستر اند براذر اخوات بابايا وايه اخوات بابايا يعني البنات والصبيان. يعني هنا اخواته البنات والصبيان. مامز هاز هاو ميني سيسترز. طبعا نشوف هنا مامز هاز هاو ميني سيسترز اهي. هاو ميني سيسترز؟ 1 يعني ده ايه؟ 1 اونلي؟ 1 سيستر اونلي. هنا ايه؟ 1
يبقى my mother had one has a one sister only. So I will write here one sister. So one sister and have one sister. Okay? This is my A, my mother. Okay? هنا هنرجع تاني. Mommy has how many brothers? How many brothers? One. So I will write A, one. Daddy, how many sisters? One, two. Two sisters. I will write here, here two. Daddy has how many brothers? One. One. هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا الانت ان هو طبعا هنا هنعمل في التيبل ده هنلونهم. طبعا احنا جبناهم احنا ايه؟ احنا بقى هنلونهم هنعدهم ايه ونلونهم. انا هسيب لكم دي برضه انتوا ايه تحلوها. هنا family is working and helping. الاسره بتعمل وبتساعد. هنا color the pictures and trace the words. طبعا لون البيكتشرز وايه ودوس على الورد. عندنا هنا كلمه Sunday اللي هو يوم الاحد، كلمه kitchen mommy and my sister. طبعا الكلام دوت احنا ايه بنعمل هنا. طبعا هنا بيقول لك ان هو ايه اللي عمل بيه cooking. طب امتى دي فين؟ in Sunday. where؟ in the kitchen mommy and my sister. مامتي وايه واختي. طيب هنا عندنا shopping. shopping اللي هو ايه التسوق. when؟ هيبقى امتى؟ Friday. where؟ في الماركت. طبعا هو grandmother and my sister. طبعا هنكتب طبعا grandmother and my sister. studying. studying المذاكره. when؟ Monday. my room. فين؟ my room. who؟ daddy and me. who بسأل بيها عن subject a person. who؟ بنسأل بيها subject person. where؟ بنسأل بيها عن places. when؟ بنسأل بيها عن ايه؟ الطعام. Okay. لازم نبقى عارفين الكلام ده. تعالوا هنا بقى بصوا مع بعض. cleaning is caring is caring caring يعني ايه اهتمام. color the picture of the right behaviors in green and wrong behaviors in red. يعني انت دلوقتي عندك ال right behaviors هنعملهم in green. ال right behaviors يعني ايه؟ يعني هتشوف سلوك صح. انت سلوك صح انا هعرفه ازاي؟ لما انا اعمله انا هعرف ان هو ده سلوك ايه صح. هنعمله ايه اول حاجه؟ سلوك ال right هعمله بال green. ايه هعمله بال green. وسلوك الرنج هعمله بالايه؟ بالريد. اوكي؟ طب هنا ده ايه؟ throwing the garbage. طبعا هنا ايه؟ ده هعمله جرين كده لان هو ده ايه؟ ده ايه؟ ده جود ايه behavior. طيب is this picture is this picture good or bad behavior؟ ده another one. Another one here. No, it's bad behavior. I will do it in red and do it in green. So this is green, this is right, and this is wrong. Okay? دي احنا عملنا ايه؟ الريد عملنا بالريد والجرين قلنا الرونج بيهيفير الجود بيهيفير او الباد بيهيفير الرونج بيهيفير والايه؟ الرايت بيهيفير والرونج ايه بيهيفير. بص بقى هنا معايا. هنا شايفاهم هنا ايه يعني ايه انا شايفاهم هنا زي ايه throwing the garbage كده on the street. It's not a good behavior but no it's not bad behavior. It's bad behavior. طب هنا planting هنا good behavior. هنا helping her mother his mother right. هنا ايه cleaning the classroom right. It's good behavior. طب تعالى بقى بص مع بعض. Write numbers beside each tool to match the shadow with its correct. يعني هنا انت مديك هنا تشادو الحاجه مديني هنا تشادو الحاجه واحنا المفروض ان احنا هن ايه هن هنشوف الحل البيكتشر المناسبه ليه. يعني هنا انا شايفها هنا معاه بلوم. which one is bloom? this one. so I will ايه I select this one by this A1. طيب هنا عندنا المفروض ان هي بتعمل ايه watering the plant اللي هي watering the plant اللي هي تبقى ايه this one by this one. okay. هنا ايه اللي هم بيعملوا ايه سينجينج اسمها ايه اسمها ايه كلينيك ذا فلو اللي هو بيمسح الفلو. هنا عندنا ايه هنا ايه ثرو ذا جاربج ان تراش. ذيس از ايه تراش. ذيس از تراش. اخر بيكتشر اللي هي ايه فلو اللي هي ذيس وان. This one by A, this A, this one by this.
تعالوا هنا بقى نقول بقى، بيقول ايه ريسايكل بوليج ارت. طبعا هنا ايه يعني انت ايه زي ايه عمليه ايه تدوير، عمليه التدوير هنا بلاستيك بوتل سيزرز بيبر شيتس كلرنج بنسلز بلو ستيك. هنا بيقول زي هنا بيعملوا ايه يعني بيعمل زي كده عمليه تدوير لحاجه بنستخدمها. Let your father بيخلي باباك use the scissors to cut plastic bottle as shown. طبعا احنا هنقص كده زي ايه زجاجه كده زي هنجيب زجاجه قديمه كده ونقصها كده زي كده. طبعا your father or your mother هي اللي helping you to do the same. Don't you. Okay? يعني ما تعملوش انت عشان ايه ال scissors is very dangerous يعني غلط ان الواحد يستخدمها. Pick a paper sheet using the glue. طبعا ابدا الزق شيت يعني قطعه ورقه على الايه على الايه الزجاجه دي. On the lower part of the bottle cover اللي هي عند ال lower part of the bottle. Draw the following figure ارسم الصوره دي on paper on another paper sheet and color it. Let your father cut the previous shapes. بتخلي باباك يقص الايه الاشكال اللي قبل كده using the scissors. Stick the shapes on the bottom using glue stick as shown. طب ابدا ايه ابدا الزق الايه الشيبس كده على الايه على الـ على الـ على البوتل اللي احنا قطعناها دي نلزقها ايه عليها. Now you can put your pencils in your in your pencil case. هو زي ايه عمل له ايه عمل بنسل كيس ايه مقلمه يعني. تعالوا بقى نقرا كده اي هاف ليرند ده تعلم. طبعا الصفحه دي مهمه جدا يا كي جي 2 وانا بحبها طبعا عشان ايه بتقول لنا احنا اتعلمنا ايه في الدرس في الليسون ده. بص كده بقى مع بعض نشوف كده. انا will stop here today. انا هديك الجزء ده انا will stop here today next class we ايه we continue. I have learned that اتعلمت my extended family members اسرتي الممتدة uncle العمة او العمة سوري العم او الخال aunt العمة او الخالة cousin ابن العم او ابن الخال cousin سوري cousin بنت العم او بنت الخال cousin ابن العم او ابن الخال father الاب grandparents الاجداد mother الام brother الاخ me انا sister الاخت. هنا بقى بيقول لك ايه family working and helping الاسره كلها بتساعد بعضها. في عندنا هنا ايه التاسكس اللي بيقوموا بيها cooking shopping studying cooking shopping studying cleaning is caring النظافه اهتمام. طبعا هنا كنا بنشوف الجود بيهافيرز هنا في this in this ايه in this in this behavior. Okay today I will stop here. Thanks a lot until later again.